إذا الأوبريتر، العوامل بالجافا، شو هي الجافا؟ الأوبريتر أو العوامل هي بتستخدم لتعمل عمليات على المتغيرات أو والقيم. عندي هذا المثال، شوف استخدمنا الزائد، عامل الزائد مشان نضيف قيمتين 100 زائد 50. أيضا الزائد غالبا بتستخدم لتضيف قيمتين مع بعض، مثل المثال اللي قبل. أيضا بتقدر إنها تستخدمها لتضيف قيم مع بعض، وأيضا متغير أو قيمة ومتغير ومتغير آخر. لو شفنا هذا المثال، عندي المجموع الأول 100 زائد 50 150، بعدين المجموع الثاني هو المجموع الأول زائد 250 أعطاني 400، المجموع الثالث هو المجموع الثاني زائد المجموع الثاني يعني 800. الجافا بتفرق بين العوامل وبتقسمها لخمس مجموعات رئيسية، اللي هي الأرثمتيك أوبريتورز تبع العمليات الرياضية، الأسايمنت، العوامل الإسناد، عوامل المقارنة، عوامل منطقية، وعوامل البتوايز. نشرحها واحدة واحدة. الأرثمتيك أوبريتورز، شو هي الأرثمتيك أوبريتورز؟ تستخدم لتعمل عمليات رياضية شائعة، مثلا زائد أديشن جمع، بتضيف قيمتين مع بعض X زائد Y، سبتراكشن ناقص طرح، تطرح لي قيمة من ثاني، الضرب بتضرب لي قيمتين، القسمة division باقي القسمة modulus بترجع لي division remainder، أيضا زائد زائد increment زيادة بتزيد لي قيمة للx، decrement بتنقص لي قيمة للx نقصان. عوامل الإسناد تستخدم أيضا لإسناد قيمة للمتغيرات. مثال هذا نستخدم الأوبريتر assignment operator هو اليساوي مشان نسند قيمة 10 للمتغير اللي سميناه x. بإسناد الجمع بنستخدم زائد يساوي، هي نفسها يساوي، يعني x زائد يساوي 5 هي نفسها يساوي x، يساوي x زائد 5. هون في عندي عوامل الإسناد، يساوي هي نفسها x يساوي، أيضا عندي زائد يساوي يعني x زائد يساوي 3 هي نفسها x يساوي x زائد 3، الناقص يساوي، الضرب يساوي، القسمة يساوي، المودولس يساوي، والآند يساوي، أيضا الأور يساوي، والإكسبونينشال يساوي، وأكبر أكبر يساوي، أصغر أصغر يساوي. في عندي عوامل المقارنة، كمان عوامل المقارنة بتستخدم لتقارن لقيمتين. لو شفنا هذا المثال، يساوي يساوي equal to x يساوي y، في عندي not يساوي not equal، كمان الأكبر من، أصغر من، أكبر يساوي، أصغر يساوي. عندي كمان بالجافا العوامل المنطقية، and and بتعطيني logical and، بترجع لي صح إذا كان الحالتين هي صح، يعني x أصغر من 5 و x أصغر من 10 راح تعطيني true، غير هيك غلط. كمان عندي اللي هو ال or or logical or، بترجع لي صح إذا كان واحدة من الحالات هي صحيحة، يعني x أصغر من 5 أو x أصغر من 4. كمان عندي النط أو logical not، بتعكس لي النتيجة، بترجع لي غلط إذا كانت النتيجة صح، وهكذا. يعني not x أصغر من 5 و and x أصغر من 10. لو شفنا هذا المثال، هون بنلاحظ انه شو عمل،
لو شفنا هذا المثال، ليش أعطاني النتيجة فولس؟ هون مثلا هون شو راح يصير عندي؟ بنلاحظ هون x يساوي 5، بعدين بنقول له نط x اكبر من 3 and x اصغر من 10، فبالتالي راح يرجع لي غلط. ليش؟ لانه نط تستخدم لعكس النتيجة. لو قلنا له شغل راح نلاقي false. إذن صحيح فولس. إذن هاي كانت العوامل بالجافا أو الأوبريتورز.